هذه كرة ملعوبة الآن لعبد الليلة، يجهز كرة الآن هيثم عسيري في مكان ممتاز الآن، وتسديدة ممتازة لون الله، جول عبد الله المقرن يركنها في زاوية لهدف أول للأهلي. الأهلي سجل أول أهدافه في المباراة وأول كرة تصل بشكل مرتب في العمق، يسجل منها عبد الله المقرن أول أهداف المباراة بركنة رائعة من اللاعب عبد الله المقرن. لكن شوف هيثم عسيري، شوف التجهيز، الكرة وصلت هنا للعبد اللي ثبت المدافع، كان في دربكة، هنا هيثم جهز صناعة من غير ما يلمس الكرة، هيثم عسيري يصنع من غير ما يلمس الكرة. تقول لي كيف؟ أقول لك شوف 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 هذه التهيئة، ثبت المدافع وقال للمقرن تفضل الزاوية أمامك.